تيم النهارده مش بيتكلم، يعني مش هيقرفوني ويقدروا يزعقوا بقى زي التيم بتاع امبارح ده، وان شاء الله ان شاء الله هموتهم بسرعه، يعني مش هيقعدوا يفلفصوا من ايه ده؟ انا عارفهم الاثنين دول، تعال انتم كسود النهارده. انت عايز تروح الاهرامات دلوقتي؟ انا هوديك الاهرامات، فما تتحركش مكانك يا فندم بعد اذنك. انا ما اتحركش من مكانك خالص يا فندم، واكله لك كله. تعال انا مش هقتلك مش هقتلك بالشوت جان. تعال انت يا مكز. انا عايش في بيت فقير، بس انا شغال شغلانه كويسه قوي وبعمل منها احلى حاجه بحبها، اللي انا اقتل السكان، اقتل كل الناس اللي مضايقين، اي حد بيضايقني بقتله، واللي شكله بيضايقني بقتله. شايفين كل العيال الصغيره دول بتوع قرارات الكراوين دول؟ انا قتلت ابهاتهم كلهم. ده النفق بتاعي وده المخزن بتاعي اللي انا باين فيه البواقي بتاعت الدم اللي انا قتلت منها الناس. بصوا كل فتحه من دي واحد انا قتلته، كل فتحه من دي واحد انا قتلته، ولكن انا مستني الفتحه دي بالذات عشان احط فيه واحد انا بحبه قوي، مستني يجي واحد ممثل مشهور قوي جاي النهارده. بصوا يا جدعان، انا شغال باخد السياح افسحهم في القلعه اللي جنبي، القلعه بتاعت اللي جنبي دي قلعه تاريخيه وتعتبر قلعه اثريه، فانا باخدهم افسحهم فيها وبعمل حاجه اللي بحبها، بروح قتلهم واخد الدم بقى الدم بتاعتهم واحطهم هنا بكده. بصوا بقى انا قتلت كام واحد؟ 2 4 6، عدوا بقى عدوا كل كام، في كام فتحه في المكان هنا؟ عدوا. محدش اعتقد ان هو هيقدر يقول عددهم قد ايه في الكومنتات، ولكن النهارده بقى جاي الاثنين، الاثنين دول لازم يموتوا. ولكن الاصوات دي مضايقاني في الفيديو، الصوت دي مضايقاني جامد، لازم اطلع اشوف مين اللي مضايقني فوق ده. ولاد الكراويين، مش عايز اسمع صوت، مش عايز دوشه. مش انا بتكلم؟ مش انا بتكلم؟ عشان بس انا مش عايز دوشه، ما بحبش لعب العيال الصغيره ده. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. السلاح خلص، السكينه دي جامده برضه وبتجيب كلات. تعال تجريش، ما تجريش، هقتلك زي ما قتلت ابوك. تعال، بتدمج قلبين السكينه دي، ولكن السكينه دي حلوه. في اتنين مستخبيين فوق في السطح، دول اكتر من اتنين. وانا عمال ادور عليكم. استنى استنى استنى، انا هشوف الموضوع ده، انا هشوف الموضوع ده والعلاج ده، العلاج بتاعكم. تموتوا كلكم مره واحده بقى. ده كتير قوي متعلقين في السقف ده، ولا 10 ولا 10 كراويين صغيرين بس، زي الفل كده جمدان. السلاح خلص، الاسلحه بتخلص بسرعه قوي، انا عايز ابقى استورد اسلحه اقوى من كده بكتير، ولكن انا هتاخر على الشغل دلوقتي، لازم اقتل حبه صغيرين بس. كفايه كده كفايه. ده بيهزر، عمال يفتح بابه ويقفله، جميل. بس انا لازم اروح اشوف شغلي بقى. دول ابهات الكروين اللي عايشين حواليا في المدينه، اللي انا كل يوم بقتل منهم 2 3 عشان مخنوق اهو، مستنيني هناك اهو. انتم كويس، ما اعرفش اللي هيحصل لكم النهارده، بيهزروا ويلعبوا. انا عاوزكم تهزروا وتلعبوا وتعملوا لي كل اللي انتوا نفسكم فيه. عارف دول بيتكلموا عربي ولا لا؟ السلام عليكم. هلو. سلام. في واحد خليجي واحد عربي، تعالوا اتفضلوا اتفضلوا. انا السواق اللي ايه ده؟ انا عارف كنت ماسك البتاع فين. انا السواق اللي هو السواق. انا السواق. يو سبيك عربيك؟ يس سبيك عربي. كان سبيك انجلش؟ انت صاحبي اخويا على كده بقى. حبيبي حبيبي، يلا يا جدعان اركبوا، يا جدعان اركبوا. نروح فين النهارده؟ النهارده هوديكم القلعه اللي انتوا جايين تشوفوها، احلى قلعه تشوفوها في حياتكم. احلف ربنا قدرنا على فعل الخير. ولكن في البدايه شباب، الناس لسه ما عملتش لايك وشاركتش في القناه، عايزين نوصل ل 10000 مشترك في اقرب وقت، فانزل اشترك. الانستجرام في النوتس. شفتك هجيبك. والانستجرام كمان والله، الانستجرام في الديسكربشن على طول، بنسوي الانستجرام في الديسكربشن. قناه جاسم في الوصف برضه. ما هي قناتي اللي هينزل فيها المقطع ده. بص ده انتمكم اسود انتوا الاثنين. انا عليا ايه ده؟ في ايه؟ هو بيقول ايه؟ ويلكم ويلكم تو ان ايجيبت، ويلكم 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 تو ويلكم تو يو. منوره باهلها والله. المكان الجامد ده، تعالين ده فولو مي. هنا بقى السفر الاثريه، مش هاد الجمال. استنى نشرح لكم بقى المكان ده اللي صور فيه روميو وجولييت. روميو وجولييت كانوا بيحبوا بعض هنا، زي صاحبنا اللي راح يذاكر ده. روميو وجولييت كانوا بيحبوا بعض هنا بقى. بص بقى، تعال ورايا تعال ورايا، وريني فرجيني كل المكان. الولد الصغير ده بقى احنا حاطينه هنا عشان يحرس المكان، لكن هو مش والله ولد جميل. وسع وسع وسع. هذا الدعتوت يحرس المكان. هاتو هاتو هاتو. انا بس انا هعمل له عمليه. انا راسك هعمل له عمليه. وش تعمل فيه؟ لا لا لا، ما تقلقش. ليش قتلت الدعتوت؟ ليش؟ لا لا، ما قتلتوش ما قتلتوش، ده هو بس كده بيلعب كده، بيلعب معايا كده. انا عملت سحر، بس انا ساحر. تعال فرجنا، تعال فرجنا، فرجيني فرجيني المكان. فرجيني شو هذا الجمال؟ والله جميل. انا هفرجيك من جميل قوي. انا هفرجيك من جوه. ايش بتقول ايش بتقول؟ شو هذا الزر؟ هذا الزر، هذا الزر الزر سحري. من دول؟ من دول؟ ليش حبستهم؟ هذا بص بص، ان يمكن ان تلعبوا لعبه انتوا من اثنين، ولكن في نهايه في النهايه. لا لا، ما تضربش هذه القرايين، انا بس ليش حبستهم؟ ليش؟ لانهم ما يسمعوا كلام. لا تضربهم، لا تضربهم، لا تضربهم. لا بقول لكم ايه، انتوا عشان لا تكون مفترين، هلاعبكم لعبه كويسه جدا هتحبوها انتم الاثنين، ولكن لما اوريكم بس القلعه كلها. عيني بلاي، خليكم هنا ثواني ما تتحركوش. ماشي
لا في زرارين فوق، الزرارين دول انا لازم احط عليهم حديد واحبسهم فوق الاثنين. بس استنى انا اقتل شات الكراويين اللي ما بسمعش الكلام دول، مش عايز فضايح، مش عايز حد يتكلم، مش عايز حد يتكلم ولا يتكلم عليا. شو هذا الضرب؟ انا سامع شو الضرب. وهد لا لا هذا الكروي ما يسمع الكلام، بس بدي نتفاهم انا وهو. لا ليش تقتلوه؟ ليش؟ يا حبيبي انا ساحر، انا ساحر، دي لعبه لعبه. عايزكم عشان تلعبوا. شكلك كذاب. لا 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 عشان إيه؟ عشان تلعبوا. مين عاوز يشوف الاهرامات؟ تعال تعال برجينا المكان. اوقف هنا كده، اوقف هنا، واحد يقف هنا وواحد يقف هنا، واحد هيشوف الاهرامات والتاني هيشوف ابو الهول. بجد بجد. وين ابو الهول؟ لكن لكن استنى انتظر، لا تتحرك. ليش ليش تحبسني؟ لا لا مش بحبسك، ما تتحركش ما تتحركش خوي. ايش في؟ لا شفي. لا اخوي لا ايش بتسوي محمد؟ ايش بتسوي؟ انا هوريك ايش بسوي، اعرفك ايش بسوي. اقول لك ايه، مش عايز دوشه. ايش بتسوي؟ انا اعرفك. ليش حبسني الحين؟ انا اعرفك ايش بسوي. عايز حاجه؟ ليش؟ 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 لا لا واضربك انت واختك. شايف ده؟ لا 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 يا معود لا تضرب. معود ايش سويت لك انا الحين؟ ليش؟ لا لا خوي خذ السلاح اهو، لكنه فارغ. محمودي فارغ، حطه في جيبك. ماشي، عايزين تقعدوا مع بعض؟ لا ايه ليش؟ دلوقتي انا هعذبكم هنا دلوقتي. لا. عايز اسالكم شويه اسئله. انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ جايين نشوف المكان بس. احنا معاكم فلوس. ليه؟ شايفين احنا عامل فيكم ايه؟ خوي انا خايف. ده انتوا هتتروقوا النهارده، ده انتوا يومكم اسود انتوا الاثنين. معنا فلوس. شايف شايف شوف فرق، شوف فرق. معنا فلوس. شايف شايف كيف خرجت؟ مالك دخل معك بيك اكس؟ مش معايا حاجه غير الفلوس اخي. لو انت راجل خوي خوي. شايف لا تضرب يا خوي. انا كنت اروح الجيم خوي. ليش لا تضرب؟ هقتلكم انتوا الاثنين، مش عايز اسمع صوت ولا نفس. ولا نفس. نو نو. لا عاوز اشوف ناس خوي. غيرهم فيش ناس غيرهم هنا. زي الفل كده. دين ليلت. انا لازم اروح انام بقى. خد واحد انا اروح معاه، خد واحد اقتله وانا مروح معاه. خد انا حرامي. على الله بقى تلاقي كلب نام عندي في البيت، كلب واحد. بيتحداني بيتحداني. بس ده انت يوم كويس. قوم يلا قوم يا حقير. بتنام على سريري؟ مش عارف تنام على سرير مين. ده انت يوم كويس كلكم، يوم كويس ده انتوا الكراويين كلكم. جمدان ده ايه بره يا كلب يا حقير. معايا جولدن ابل بس. جمدان الله الواحد هو 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 هو. مفيش اكل، بيشم ريحه الدم وعايز يخش ياكل الدم اللي تحت. استنى نطلع بره. طب جبت فين السلاح؟ فين السلاح؟ بره بره بره. بره. هنربي كلاب في البيت؟ هنربي كلاب؟ بس واحد يخش يريح شويه لحد ما الصبح ما يطلع ويروح على طول على الشغل. ما بنامش، انا من النوع اللي ما بنامش، انا بفضل صاحي 24 ساعة فضل 24 ساعة. والصبح النهار قرب يطلع خلاص. النهار قرب يطلع. بعد يا دوبك السلع شوية الكراويين الصغيرين دول. النهار طلع. بس. جمدان ده، جمدان. هتروح بعد العيال اللي هو حابسهم دول. يخلص عليهم النهاردة بقى. يخلص عليهم ولكن لازم يطلبوا أمنية واحدة. دي من الشروط بتاعتي اللي استقول لكم عليها، لازم يطلبوا أمنية واحدة. إيه؟ يا الهون ليش حبسنا؟ يا الهون ليش حبسنا؟ لا خوي لا 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 تكتب خوي لا تكتب خوي. ليك امنيه واحده، امنيه واحده اتمناها دلوقتي وهموتك. انك تموت. لا خوي لا تقتلوا. ليش تقتلتوا؟ انت تحولت الابيض، تحولت الابيض من عمايلك السود، تحولت الابيض قبل ما تموت. لا لا تقتل لا تقتل. دي الروح بس عشان كده بيتكلم بعد ما مات. دي الروح اللي ده دلوقتي بقى هيجي ناس غيرهم، هيجي ناس غيرهم كل يوم الصبح بيجي ناس غيرهم. فانا اقتلهم واجيب ناس غيرهم، اقتلهم واجيب ناس غيرهم. ده اللي عليهم من دور النهارده دول يومهم اسود. تيرين تيرين. التليفون بيرن. الو الو مين؟ بس معايا. ايوه مع حضرتك. مين جاي لك النهارده؟ عايزك تفسحه وتدلعه. تمام بس التيم مش بيتكلم خالص.
خلاص انا جاي لهم، انا جاي لهم. والله الحمد لله مصلحه. سلام سلام، يلا بسرعه بقى. سلام. تيم النهارده مش بيتكلم، يعني مش هيقرفوني ويقدروا يزعقوا بقى زي التيم بتاع امبارح ده، وان شاء الله ان شاء الله هموتهم بسرعه، يعني مش هيقعدوا يفلفصوا. من ايه ده؟ انا عارفهم الاثنين دول. تعال انتم كسود النهارده. تعالوا. السلام عليكم. تعال اتفضلوا. تعال تعال تعال. ويلكم 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 ويلكم. النهارده بقى انا هوديكم فين؟ هوديكم القلعه الاثريه بتاعت روميو وجولييت اللي موجوده عندنا في السيرفر. طبعا القلعه دي دخلها ناس كتير قوي، وطبعا ما تستغربوش الحاجات اللي في الارض دي، دي من الحرب العالميه الثالثه، دي ديكور ديكور من الحرب العالميه الثالثه، فما تقلقوش يعني الحاجات دي خالص لو شفتوها كتير. اركبوا 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 اركبوا. اركب يا ابني اركب اركب. شكلهم دول مش مصريين، ما بيتكلموش عربي دول. اركب العربيه على الطريق ورا عشان ما حدش ياخد اثر بيها. زي الفل كده. انا اكلم المدير بتاعي دلوقتي واقول له ان هم مجبوش، واقول له ان انا ما استلمتهمش عشان كده هطلع اموتهم فوق. الو مدير شبكه. الو الشبكه متقطع. بقول لحضرتك هم انا مش لاقيهم، مجبوش النهارده. ازاي مجبوش يعني؟ ما هم قالوا لي ان هم مش واقفين هناك. الزياره اتاجلت، الزياره اتاجلت يوم، الزياره اتاجلت. ماشي خلاص حبيبي. سلام بكره حبيبي. سلام سلام. انا نسيت اجيب جيتلين جن معايا. لا معايا، معايا اتنين، معايا حبة حلوين كمان. الله جامد. أهم حاجة الشغل، الشغل لازم يكون في ذمة وضمير. ده انتم كسفت لو بيضربوا بعض. يا ما تضربوش يالا. انت شكلك انت اللي هبدأ بيك الأول، شكلك انت اللي هبدأ بيك. تعالى ورايا. بصوا المكان هنا، المكان هنا طبعا مكان أسطوري جدا من الحرب العالمية الستة الأخيرة، وكانوا بيحاربوا بعض هنا ويهزروا. أيوة كانوا عاملين نفس القعدة دي، وفي الآخر مات. فتعالى ورايا بقى، تعالى ورايا أوريكم فوق. من فوق المكان أسطوري حرفيا، شكله خرافي. تعالى ورايا. لا يا فندم لا لا، بلاش هزار، بلاش هزار، بلاش تهريج هنا، بلاش تهريج هنا. تعالى تعالى تعالى. زي ما انتم شايفين هنا المكان بتاع روميو وجولييت. المكان هنا اسطوري جدا يا فندم، حضرتك تقدر تتفضل وتشوف بنفسك. اتفضل يا فندم. المكان هنا خرافي جدا جدا جدا. حضرتك يا فندم البطن دي بطن اسطوريه، لو دوست عليها ممكن تحولك توديك الاهرامات، هتوديك في كل مكان حلو انت عايزه. مش عايز اسمع صوت، مش عايز اسمع صوت، مش عايز اسمع صوت. ما تقرفوناش، مش عايزين قرف. ده فندم كان العرض بتاع ال ماشي. هنا بقى لو انت عايز تروح الاهرامات دلوقتي هنوديك الاهرامات، فما تتحركش مكانك يا فندم بعد اذنك. ما تتحركش مكانك خالص يا فندم. بس زي الفل كده، زي الفل يا فندم. دلوقتي انا هوديك الاهرامات حضرتك، انت راخر هوديك الاهرامات. خلاص يا فندم خلاص، هوديك الاهرامات دلوقتي. خلاص يا فندم، خلاص يا فندم، هوديك الاهرامات. بس زي الفل كده يا فندم، زي الفل. بس شاهد يا فندم، شاهد. ده انتم كسود انتوا الاثنين. انتوا عارفين انتوا جايين لمين ولا ايه؟ عايزين تموتوني؟ ده انا قتلت نص الشعب كله، ده انا قتلت نص الكرويين. ده انتم كسود كلكم، وانت بالذات اللي بص لي انت ابو بيضان. انت انا لو قفشتك انت، انا علي اني اعمل اعذبك على سندوتش جبنه واكله لك كله. تعال انا مش هقتلك مش هقتلك بالشوت جن. ده انت يومك اسود. قتلت صاحبك اللي انت عمال تهزره وعمال تضربه في بعض، قتلتهولك. الدور الجاي عليك انت، الدور الجاي عليك. انت يومك اسود. مش عارف انت جاي لمين ولا ايه؟ انا السفاح بطل السكان، انا اللي نايم نص السكان من المغرب، من ام الكراويين اللي عاملين دوشه دول. عاملين دوشه ليه انت وهو قال؟ عاملين دوشه ليه؟ تعال بس جمدان كده عشان تبقوا تصيحوا قوي. كله هيموت، كله هيموت بس بالدور. بس اليوم النهارده خلص وكان متعب قوي. لازم اقتل الواد اللي تحت ده بسرعه عشان الحق اروح انام بقى، او احاول انام لان انا اصلا ما بنامش. خد معاك فلوس. يو هاف ماني. ولا ارفع ايدك يا، ارفع ايدك يا حضرة الظابط. ارفع ايدك، الواد ده حضرة الظابط حبسني. ارفع ايدك، ارفع ايدك. الواد ده حبسني يا حضرة الظابط. احنا كنا وراك طول الايام دي، ايه الحركات اللي انت بتعملها دي؟ خلاص ارمي